مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمده عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موش. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. طحنيت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجه. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش في التسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه ما تسول. حكومه ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين. انا بوليس اروح والدك قدام على العربيه اللي جرب من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هم مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك قضيه غير التسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه الحملات؟ امال كانوا فين اللي دول جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. ده غيظني ان ده موسم. موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم مالهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر يا شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. صارمه. ايه؟ صارمه، اسمي صارمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصارمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف، ننسحب بحق وحقيقي. الله، وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات.
يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباد؟ صارمة. ايه؟ صارمة. هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال، وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمكي؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش تعالوا بالحين، بدكم خيمه بعد كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا، ما تكلمش المعنانا بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبه، محدش من عينك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخدك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم، واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ في شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخل. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي؟ ما انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابة عن كافة الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. سيبوا ايه؟
كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي.